بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا العرض المسجل صوتيا نستعرض برنامج الرواية أو خطة الرواية، وهذا هو الغلاف. وفي الشريحة الثانية سنتكلم عن الرواية والشرائح أخرى، سنتكلم عن الشريحة التي بعدها عن ست شامية. وفي التمهيد كذلك نتكلم عن القرن العشرين، العقد السابع حتى العاشر الجزء الأول، وعن كل جملة في الغلاف، اقتصادية اجتماعية، ماذا تعني، حتى نفهم الرواية والهدف، أو لماذا هذه الرواية، وما هو الوقف، وقف دعم. لكن استغل في هذه الشريحة التعريف بالجزء الإنجليزي. فسيك Sustainable Economy Education Crowdfunding، يعني اقتصاد أو استدامة اقتصاد التعليم والاستثمار فيه. كراود فاندينج هو استثمار للاستثمارات المتناهية الصغر، أي للمجتمع. استثمارات المجتمع في التعليم يعود على المجتمع في دعم التعليم والصحة والسكن وجميع الأمور التي تخص المجتمع. وإذن هناك استثمارات في دعم التعليم وعن طريق الرواية أو مجتمع الرواية، المستهدف 200,000 شخص أو أسرة، 200,000 أسرة، أو لدعم 200,000 وظيفة. مكة سيتي إيكونومي، اقتصاد مكة قبل أو على مدار 7,000 سنة، لنتعلم منه إنشاء أكبر وقف دور علم مساجد أو World Largest Endowment، اللي هو وقف دعم. إذن في التمهيد سنتناول مدلولات الغلاف. كل كلمة وردت في الغلاف، كلمة رواية هنا معلومات عنها تفصيلية تبين الرواية كيف ستكتب وما هي محتوياتها ووجود راويين، راوي ناقد مجتمع لكي توجد أو الرواية تكون طريق إلى إنشاء هذا الوقف، وقف دعم. والرواية حتى تكون مشوقة سيكون هناك القصص عن طريق راوي أو حديث نفس للراوي. وهنا نلاحظ أنه الأجزاء، فحديث النفس سيكون عن السنين وعن مكة، حي جرول القبة، بيت ست شامية. وهنا رحن، يكون حديث النفس كما في الشريحة، مثال في الشريحة القادمة، فيروي رحن أحداث حدثت، يصور ويتحدث عما كان يجول في خاطره وهو في مسرح الأحداث، ويروي رنم الناقد اللي هو يتكلم من عام 2018، مصدر وكأنه مصدر إلهام، أو يعطي رحن بعض التوجيهات أو يحلل ويثمن تصرفات رحن.
إذن مدلولات الغلاف بالنسبة للرواية هنا مثال كيف يعني الراويين اشتركوا في الرواية. فهنا كنت في سن الطفولة، طالما بدون وجود الكوتيشن أو القوسين فهنا كلام يكون كلام رنم، أما هذا بين قوسين إلى هنا فهو كلام رحم يروي على لساني يتكلم نفسه في المسرح ستي ستي السجاجاء. فهنا نقطتين بعدين نقطتين في نهاية الكلام، هذا كلام أو رد المخاطب رد ستي، فستو شامية تقول طيب خليه يعبي الحنفية في بيت الماء وبعدين يجيب زفة ثانية ويعبي البراميل التنك اللي في المركب المطبخ يعني. رد انتهت النقطتين، يعني هذا كلام اللي بين نقطتين من هنا ونقطتين من هنا كلام ست شامية، بينما هذا الكلام كله يعتبر كلام رحن. قال لها يلا يا ستي راح السق، يعني ما في مشكلة زبطت الأمور. هنا يرجع كلام ترى ما في قوسين كلام رنم اللي هو محلل أو ناقد للمجتمع ويوصف الكلام اللي ورد على لسان رنح، يزيد في الوصف حتى تكتمل الرواية. فحتكون في الرواية أوصاف للمكان والجرول والبيت ست شامية وللحارة وأشياء كثير جدا، هذه مشوقة كرواية. من مدلولات الغلاف ست شامية، في التمهيد بنقول ست شامية تقريبا ولدت في آخر العقد العاشر يعني آخر 1800 وبعد 1890 من القرن التاسع عشر، ولدت في مكة المكرمة، اسمها فاطمة بنت أحمد الشامي المخللات سيرته ستكون ملحق في الرواية. تزوجت الشيخ عبد الإله بن محمد الأنصاري أمير هدى الشام، ابنها الوحيد وهو صاحب النظرية الأم في الرواية الدكتور ناصر بن عبد الإله الأنصاري، وهذه الرواية كتبت لحفظ النظرية أو لكتابة النظرية وإظهار النظرية ولكي تدوم النظرية إن شاء الله مئات السنين. فالنظرية اسمها نائب لناصر أنصاري إيكونومي بروفيسي، نبوءة ناصر أنصاري الاقتصادية، والتي فيها حل مشكلة انهيار الأوراق أو العملة الورقية الدولار وغيره. طبعا الدولار عملة العمر. وسنستكمل عروض أخرى تسجيلات، هذا التسجيل الثاني في تسجيل أول، ونستكمل في كتابة الرواية.